شهدت أسواق بيع الحلويات في مصر طلباً متزايداً في أيام العيد، وذلك في ظل اكتظاظ الأسواق بالمحتفلين في القاهرة التي شهدت أعداداً أكبر بكثير مما كان عليه الحال خلال العامين الماضيين. ويعد الكعك والحلوى الخاصة من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر لدى المصريين عموماً. تعمل جمعية بنت البلد النسائية في غزة على تجهيز الكعك وتوزيعه على المحتاجين لإدخال فرحة العيد على قلوبهم، وتستفيد 100 أسرة على الأقل من مبادرة تتلقى دعماً من أفراد ومجموعات أو منظمات خيرية في بيت لاهيا بالقطاع، وذلك عبر تبرع المحسنين للجمعية التي تقوم بإنتاج مئات الكيلوات من الكعك وتوزيعه على الأسر المحتاجة. عاد عشرات الملايين من الإندونيسيين إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعيد الفطر مع عوائلهم في هجرة مؤقتة من جاكرتا العاصمة إلى المدن والبلدات خارجها. وقد بدأت بالفعل اختناقات مرورية تصل إلى 10 كيلومترات على بعض طرق الخروج من العاصمة جاكرتا. يأتي قرار استئناف السماح للمواطنين بالسفر الجماعي إلى بلداتهم، وهو تقليد معروف محلياً باسم موديكا، بعد أن حظرته السلطات في العامين الماضيين لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الدولة البالغ عدد سكانها 270 مليون نسمة. عاد سكان دكا إلى أسواق المدينة للتسوق خلال العيد بعد عامين من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وقد استقبلت هذه الأسواق أعداداً كبيرة من الرواد، وذلك في ظل ارتفاع في أسعار السلع هذا العام. يعتبر العيد عادةً وقتاً مزدحماً بالسفر في دكا، حيث يتطلع الناس إلى العودة إلى منازلهم وعائلاتهم للاحتفال.